وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20 والتي ستعقد بمدينة نيو دلهي. ومن المقرر أن يركز الرئيس السيسي خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية بوجه عام والإفريقية على وجه الخصوص. كما سيؤكد الرئيس السيسي على ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة بسبب العديد من الأزمات العالمية المتلاحقة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان وراء مقتل يفغيني بيرغوغين ورئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة. وأدلى زيلينسكي بهذه التصريحات خلال مؤتمر بكييف عند سؤاله عن الرئيس الروسي دون تقديم أي تفاصيل أخرى. وصلت الدبابات العشر الأولى من طراز ليوبارد 1 التي تعهدت كل من الدنمارك وألمانيا وهولندا في فبراير بإرسالها إلى أوكرانيا على أن تتبعها دبابات أخرى لاحقا. وفي وقت سابق وعدت الدول الأوروبية الثلاث بإرسال مئات الدبابات الثقيلة لدعم كييف في مواجهتها للقوات الروسية. ولفت الجيش الأوكراني إلى أن العسكريين الدنماركيين يدربون في ألمانيا القوات الأوكرانية على استخدام هذه الدبابات. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير طائرة بدون طيار أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود الحدودية كانت تستخدمها كييف لتنفيذ هجوم على أهداف في أراضي روسيا. وفي وقت سابق من اليوم كانت قد أعلنت القوات الروسية إسقاط 3 مسيرات أوكرانية أخرى في بيلغورود خلال التصدي لسلسلة من الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية بالمسيرات. تستقبل جامعة حلوان وفود الجامعات المصرية في أسبوع شباب الجامعات الذي يعقد خلال الفترة من 8 إلى 14 من سبتمبر الجاري. وتبدأ الفعاليات بانطلاق الجولة الأولى من دوري المجموعات للكرة الطائرة، كما ستعقد حفلات لأغاني الراب والعزف الفردي، بالإضافة إلى عقد ندوة عن المتطوع المتميز وأخرى عن تعريف ريادة الأعمال. وتنطلق أيضا مسابقة الكرنفال، وسيتم عقد عرض مسرحي غير المتخصص بكلية الأداب إلى جانب مسابقة لتنس الطاولة.